بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل ان شاء الله النهارده محاضره بروجرامبل لوجيك ديفايس. نبدا بسم الله. هنشتغل النهارده البروم، يعني ايه بروم ويعني ايه بلا ويعني ايه البال. اول حاجه يعني اصلا بروجرامبل لوجيك ديفايس. البروجرامبل لوجيك ديفايس انا عندي ان انبوتس، عدد انبوتس ان، الانبوتس دي داخله بصوره مثبته اللي هي بيسميها بافرد، داخله على بافر يعني هي مثبته زي ما هي بالظبط، وداخله وبرضه داخله على انفرتر عشان يطلع انفرتد. فانا عندي الانبوت مره مثبت ومره منفي. الان انبوتس داخلين على اند جيتس او اند اري، الري من الاند جيتس يطلع لي برودكتس عددهم بي، برودكت عددهم بي. الاند اوتبوت او الاوتبوت بتاع الاند جيتس داخل على اور جيتس، خارج الاور جيتس اسمه ام. ام ده بيعبر عن الاوتبوت، التوتال اوتبوت بتاع البروجرامبل لوجيك ديفايس. انا عندي ان انبوتس وام اوتبوتس وعدد برودكتس بي، فاحيانا بيسميها ايه؟ ان في البي في الام. ان عدد الانبوتس، بي عدد البرودكتس الموجوده او عدد الاند جيتس الموجوده، والام عدد الاور جيتس اللي بيعبر عن عدد الاوتبوت فانكشنز. طيب ديت حاله جنرال خالص للبروجرامبل لوجيك ديفايس. انا عندي كام انبوت؟ عندي كام انبوت؟ ان، ادي الانبوت الاولاني اكس 0 اكس 1 لحد اكس ان ناقص 1. كل انبوت داخل مثبت تمام ومنفي عن طريق نوت او انفرتر، تمام، مثبت ومنفي، مثبت ومنفي. كل الانبوتس داخله فين؟ على اند جيتس. كم اند جيت؟ ادي 1 2 3 عددهم 2 اس ان، مترقمين من كام؟ من 0 لحد ان 2 ان ناقص 1، 2 اس ان ناقص 1. طيب انا عندي كام اور جيت؟ انا عندي كام اور جيت؟ كام اوتبوت فانكشن عددهم ام؟ يبقى انا عندي ام اور جيتس. طيب في كل البروجرامبل لوجيك ديفايس عندي 2 اس ان اند جيتس وام اور جيتس؟ لا، على حسب انا هستخدم او هشتغل بروم، معذره انا هشتغل انا هشتغل بروم ولا بلا ولا بال، وده هنتكلم عنه تفصيل دلوقتي. دي رسمه بس توضيحيه لشكل الاري بتاع الاند، ادي الاري بتاع الاند ودي الاري بتاع الاور، الاري بتاع الاور. طيب هنتكلم كمان شويه ان انا الاري بتاع الاند والاري بتاع الاور ممكن تبقى بروجرامبل ممكن تبقى فيكسد. يعني ايه بروجرامبل ويعني ايه فيكسد؟ فيكسد يعني الكونكشن اللي موجود مش هيتغير، ما اقدرش اغيره. طيب البروجرامبل يمكن برمجته، يمكن تغيير حالته. فالكومن الشائع بيكون الكونكشن اون، يعني كونكتد، وانا عن طريق البرمجه اخليه ان كونكتد، بيسميه هو بيبقى فيوز وانا بعمل له بلو، بفجره بلغيه بعمله ان كونكتد. ده الكومن. احيانا بيبقى الكونكشن ان كونكتد وانا بخليه كونكتد عن طريق البرمجه، وده مش شائع قوي. الشائع بيبقى الكونكشن اون كونكتد وانا بخليه ان كونكتد، بخليه اوف، يعني بفجر الفيوز، بضرب الفيوز بخليه مش اون. طيب نتكلم بقى شويه عن نوتيشن، الرسمه بترسم ازاي. انا عندي بيلدينج بلوك اند واور جيتس، واحيانا بيبقى نور وناند. الشائع اند اور، احيانا بيبقى نور وناند، ده مش شائع قوي.
طيب بيرسوناليزد يعني انا بخليه بروجرامد، بخليه بعمله بيرسوناليزد ازاي؟ مقصود بيه بيرسوناليزد يعني بخلي الديفايس الحاجه اللي انا عايزها، بخلي الديفايس بيتبرمج على الحاجه اللي انا عايزها، فبيسميه بيرسوناليزيشن او بروجرامينج زي ما يسميها حسب بقى المرجع انت شغال بيه. طيب بيتم ازاي؟ عن طريق الميكنج بتاع البريكنج. ميكنج او بريكنج يعني ايه؟ ميكنج يعني اعمل كونكشن، بريكنج اكنسل الكونكشن. فالاي سي بيبقى جاي يا اما كونكتد كله كونكتد وما اخليه بمرمجه عن طريق تكسير الرابط اللي انا مش عايزه بالبلو افجره يعني، او بيبقى جاي انكونكتد كل الكونكشنز مش متوصله وانا بوصل اللي انا عايزه. الشائع زي ما قلت ان هو بيبقى جاي متوصل وانا بعمل له بريكنج او بعمل له بلو، بفجر الفيوز اللي انا مش عايزه. تمام، هنتكلم على الكلام ده كمان شويه. طيب انا عندي عدد انبوتس ان، عدد اند جيتس بي، عدد اوتبوتس ام. عدد الاوتبوتس الام ده بيعبر عن عدد الاور جيتس، عدد البرودكتس بي بيعبر عن الاند جيتس، عدد الاند جيتس، وعدد الان انبوتس ان. طيب بعد كده ده النوتيشن بتاعي لو بتكلم عن الاند جيت وجايه كلها كونكتد عند اربع انبوتس A و B و B و C و D. الطبيعي اما تبقى الفانك الاي سي ان بروجرامد مش متبرمجه زي ما جاي من مصنع، احنا قلنا الكومن بتاعي كله متوصل، فالخارج بتاعي يبقى A B C D A and B and C and D. تمام، انا عايز ابرمجها واخلي الخارج بتاعي A B بس او B C بس، البي سي بس، فبالطبيعي ان هعمل بلو افجر الكونكشن ده وافجر الكونكشن ده، يبقى الخارج بتاعي بي سي. فده الفانكشن او الاي سي بعد البرمجه افتر بروجرامينج، وده الفانكشن قبل البروجرامينج. خلاص، يبقى ده قبل وده بعد. الرسمه دي مش كل شويه هرسم الاربعه انبوتس، كتير قوي. طيب اعمل ازاي؟ قال لي في طريقه كده اسهل في رسم الفانكشن دي او رسم الاستراكشر ده. تمام، هنشوفها دلوقتي. قبل ما نعدل السلايد دي، البروجرامينج مقصود بيه ده عباره عن هاردوير بروسيدر. البروجرامينج بتم عن طريق بروجرامر انا بحط الاي سي على دايره كده بسميها بروجرامر، وعن طريق كود معين ببرمج بضرب بعمل بلو للفيوز اللي انا مش عايزه، للفيوز اللي انا للكونكشن اللي انا مش عايزه. طيب في نوعين من او البروجرامر لوجيك ديزاين، بيبقى في حاجه اسمها ريزابل. ريزابل اقدر اعمل ريسيت للكونكشن بتاعي. احنا جايين اصلا، احنا قلنا الكومن بتاعي كلها جايه كونكتد، فلما اعملها بروجرامنج اقدر اعمل لها ريسيت، ارجعها لحاله المصنع. في نوعين، نوع بيسميه ريزابل، تمام، بي ال دي، وده بيتم عن طريق الالترا فايلوت. بيبقى الموضوع بياخد وقت شويه، والموضوع بيبقى صعب سنه يعني. النوع الثاني بيبقى الكتريكال سيجنال، او بيسميه الكتريكال ريزابل بي ال دي. بقدر اعمل ريسيت للبي ال دي عن طريق الكتريكال سيجنال، وده بيبقى اسرع، واقدر اعمل ريسيت مرات كتير جدا. الالترا فايلوت لا، بياخد وقت، تمام، بيبقى الموضوع اصعب شويه. تمام، ده بيسميه ريزابل بي ال دي، وده بيسميه الكتريكال ريزابل بي ال دي. النوعين موجودين. طيب النوع اللي انا برمجه بيسميه فيلد بروجرامبل. فيلد يعني في الموقع عندك في البيت في الشركه بتاعتك. انا جبت من مصنع اي سي وبرمجته عندي في الشركه او في البيت او في الورشه بتاعتي او في المكان بتاعي، ده بيسميه فيلد بروجرامبل. النوع الثاني بيسميه ماسك بروجرامبل، ده اما انا بتفق مع المصنع يجيب لي 1000 اي سي 2000 اي سي، هعمل مصنع عربيه، هعمل بيه روبوت، هعمل بيه اي حاجه، فانا عاوز الاي سي يجي لي متبرمج، فانا هدي المصنع بتاعي او الشركه اللي اتفقت معاها هديها الكونكشنز بتاعت اللي انا عايزها، فهو بيعمل ماسك، وبعد ما يصنع الاي سي يبرمجه، تمام، في اخر مرحله فيطلع له الاي سي متبرمج جاهز، ده بيسميه ماسك بروجرامر، بيسميه ماسك بروجرامر. طيب ادي النشر اللي اتفقنا عليه، ده الطبيعي، ده اللي المفروض يتوصل بيه اصلا. ادي A و B و C، ادي الA كونكشن والB كونكشن والC كونكشن. النوتيشن الاسهل ده، خد بالك
رمز الاكس ده مقصود بيه فيوزابل لينك او بروجرامبل لينك. لينك اقدر ابرمجه. يعني ايه ابرمجه؟ يعني اقدر اخليه اون، هو اون، واقدر اخليه اوف عن طريق الكود، عن طريق البروجرامنج. تمام. وهنشوف كمان دقيقه لو كونكشن فيكسد مش بيتبرمج بشكل عامل ازاي. طيب ده الكونكشن بتاعي انتاكت. يعني ايه انتاكت؟ ما اتلمسش زي ما جه من المصنع، فهو كونكتد وانتاكت، ما اتلمسش، الفيوز بتاعي سليم خلاص. فانا الاي والبي والسي لو دخل على اند بيبقى نفس الرمز ده كده خلاص، لو دخل على اور كده. فانا بدل ما اعمل كونكشن للاي وكونكشن للبي وكونكشن للسي، بعمل اي والبي والسي اكس عند الكونكشن بتاعي. فمعنى كده ان الاور دي دخل عليها الاي والبي والسي كونكتد، الاند دي دخل عليها الاي والبي والسي كونكتد. طيب لو ما عنديش كونكشن او كونكتن ده انا ضربته عملت له بلون فجرته يعني، فيبقى ده اللي اتفجر، بشيل الاكس ده الكونكشن ده انتاكت ما اتلمسش سواء ده او ده، لكن ده اتفجر، ده اللي اتفجر. تمام. فما فيش كونكشن سواء كان بقى اند او اور. يعني هنا اند او اور ما تفرقش معايا، انا بتكلم على التوصيلات. فده الكونكشن ده، ده هو اتفجر اهو، ده اتفجر، والاثنين دول انتاكت، ده كونكتد كونكتد، وده اوبن سيركت مش متوصل، وده هنا كده كونكتد سواء كان ده او ده، الاثنين دول كونكتد وده اهو اوبن. خلاص كده تمام. برضو طريقة تانية هنا كده، بص الدوت دي مقصود بيها not feasible، يعني مش programmed، ده connection حقيقي مش هيتغير، بيسميه هو fixed. فدلوقتي هنتفق على النوتيشن ده، على الرمز ده، نقطة كده مقصود بيه connection بتاعي fixed مش programmable مش هيتغير. تمام. وساعات بيسميه هارد واير، يعني متوصل مش هيتغير، مفيش فيه فيوز، مش هيتغير، مش هيتبرمج. تمام. يبقى ده هو فيكسد وده هو بروجرامبل، اكس بروجرامبل والدوت او السيركل دي فيكسد، وهيتحاسب على النوتيشن ده، هيتحاسب على النوتيشن ده. يبقى ده فيكسد سواء كان سيركل كده فيكسد وده هو بروجرامبل. احيانا في بعض الحالات لو كل الانبوتس متوصلة على الاند او الجيت بتاعتي، بيوصلش حاجة خالص هنا ويخليهم اكس بس جوه الاند. معنى اكس دي كده ايه؟ ان كل الانبوتس بتوعها متوصلين. الاكس دي جوه الاند او الاور معناها ان كل الانبوتس اللي داخلين على الاند او الاور كلهم واصلين، كلهم كونكتد. دي للحالة الخاصة هنا. طيب تاني وللمرة الالف، السيركل دي مقصود بها ايه؟ كونكشن not feasible، يعني مش programmed، fixed. ال structure general بتاع ال BLD بيبقى انا عندي ال end gate او ال end array وال or array، ممكن يبقوا ال end array fixed، ال end array fixed، والاور بروجرامبل ده بيسميها بروم اللي هو بروجرامبل ريد اونلي ميموري. الاثنين بروجرامبل بيسميه بلا بروجرامبل لوجيك اري. اما يكون الاند اري بروجرامبل والاور فيكس ده بيسميه بلا بال بروجرامبل اري لوجيك. تمام. يبقى انا عندي البلا الاثنين بروجرامبل، البروم الاند فيكسد، والاور بروجرامبل، البال الاند بروجرامبل، والاور فيكست. البلا النوع التاني ده بيبقى اكثرهم فليكسبيليتي، في فليكسبيليتي عاليه قوي، اقدر اعمل بيه اي فانكشن، اقدر اعمل بيه اي فانكشن انا عايزها، ده مقابل سعر اغلى، حجم اكبر، باور ديسيبيشن اكتر،
انت عندك كل الكونكشنز فيوزد، فيها فيوز اقدر اشيلها، وبالتالي عشان اقدر اعمل بيها فانكشنز اكبر بيديني حجم انبوتس كبير، عدد انبوتس كتير وعدد اوتبوتس كتير. فانت اللي انت عايزه بتعمله ده في نظير حجم الاي سي اكبر، باور ديسيبيشن اعلى، سعر اعلى. البروم بيبقى الاند الري فيكسد والاور هي اللي برامد، فعلى حسب انت عايز ايه. البال اقدر اسميها حاله خاصه من البلا، البال اقدر اسميها حاله خاصه من البلا، بيبقى الاوتبوت الري بتاع الاور بيبقى فيكسد، ده بيديني فليكسبيليتي اقل بس في نظير سعر ارخص واي سي حجم اصغر وباور ديسيبيشن اقل. بس ده عشان اقدر اعمله ويبقى منتج في السوق هيبقى عندي فاريشنز كتير قوي، انواع كتير قوي من البال. انا عايز 4 انبوتس فتلاقي بال فيها 4 اوتبوتس، فتلاقي بال فيها 4 اوتبوتس او 6 او 8 او 10 على حسب انت عايز ايه. فهتلاقي فاريشنز كتير قوي من البال. البلا بيديك فليكسبيليتي عاليه قوي، والكلام ده كله هنتكلم عليه ان شاء الله في وقت احنا بنشرح. طيب البروم، البروم بيبقى عندي الاند اري فيكسد، بيبقى بيسميها هو الديكودر وهنتكلم عنها كمان شويه. انا لو عندي ان انبوتس يبقى عندي 2 اس ان اوتبوتس حالات مختلفه، فانا عندي عدد اند جيتس مناظر لاتنين اس ان. انا عندي ان انبوت يبقى 2 اس ان اند جيتس. نقول ارقام كده، الان انبوتس 3 يبقى عدد الاند جيتس 2 اس 3 يبقى عندي 8 اند جيتس. طيب الاور جيتس ده عدد الاور جيتس هو عدد الاوتبوتس بتوعي، فالاور جيت هي اللي بروجرامبل. انا عندي كام اوتبوت فانكشن يبقى انا عندي كام اور جيت. احنا قلنا الانبوتس كلها بتخش على كل الاند جيتس، وخارج الاند جيتس بيخش كلهم على الاور جيتس. الديكودر بيسميه ميني تيرم جنريتور. الميني تيرم يعني ايه؟ انا عندي الميني تيرم مقصود بيه برودكت في كل حالات الانبوت سواء كانت مثبته او منفيه. فالديكودر بتاعي انا عندي 3 انبوت يبقى عندي 8 اوتبوت، حسب الانبوت كام يديني اوتبوت واحد على حسب الرقم شكل الانبوت ايه. يعني مثلا 0 0 0 ديك اوتبوت عند الخارج رقم 0، انا عندي 0 1 0 ديك اوتبوت عند الخارج رقم 2 وهكذا. احنا قلنا الكلام ده بيسمي هو الان انبوتس الادريس لاين، وهنعرف ايه ادريس لاين، وبيسمي الاوتبوت البيت لاين، عدد الاوتبوتس هو البيت لاين. طيب ده البروم استراكشر. انا عندي الاند اري فيكسد مش بتتغير، فهي رمزها سيركل. الاور اري بتبقى بروجرامبل فعباره عن اكس، فكل الانبوتس داخله على كل الاند جيتس مره مثبته ومره منفيه. هنا الانبوت هنا ترو بيسميه ترو يعني مثبت، وهنا كومبلمنتد يعني منفي. فهنا الانبوت ترو ومنفي، ترو كومبلمنتد، ترو كومبلمنتد، داخلين كلهم على الاند جيتس. تمام، ده 0 0 0 ده الاند رقم 0، الاند رقم 1 لحد الاند رقم ان 2 اس ان ناقص 1. انا عندي 3 انبوتس يبقى عندي 8، يبقى هنا 0 ل 7. المهم خارج الاند جيتس يخش على الاور، وده اللي بروجرامبل وهنتكلم عن اكزامبل دلوقتي حالا. طيب دي بروم ستراكشر نفس اللي فاتت بالظبط. تمام، نفسها بالظبط. طيب اكزامبل بيقول لي ريلايز الاف 1 3 انبوت، الانبوت بتاعي بصفر اكس 0 واكس 1 واكس 2، كان عندي 3 انبوت. والفانكشن بكام؟ بيقول لي الفانكشن عباره عن السمشن الاور بتاع 0 وال1 وال2 وال5 وال7. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الاوتبوت اف 1 ب1 عند الاوتبوت رقم 0، والاوتبوت رقم 1، والاوتبوت رقم 2، والاوتبوت رقم 5، والاوتبوت رقم 7. الاف 2 عند 3 انبوت اكس 0 اكس 1 واكس 2، فالاوتبوت ب1 عند الاوتبوت رقم 1 ورقم 2 ورقم 4 ورقم 6. الطبيعي الكومن اكس 0 ده هو الليست سيجنيفيكانت بت، والاكس 2 هو الموست سيجنيفيكانت بت.
عشان هو رقم لي الانبوت اكس 0 و1 و2 فانا عرفت فين فين الليست وفين الموست. لما يقول لي الانبوتس A و B و C فلازم يقول لي في المسألة انهي فيهم الليست وانهي فيهم الموست سيجنيفيكانت بت. خد بالك من كده، هتفرق، هيفرق في شكل الرسمة. الخرج مش هيفرق كتير لكن شكل الرسمة هيفرق، لان انا عندي الليست سيجنيفيكانت بت ببدأه غير الموست سيجنيفيكانت بت، وانت المفروض عارف الكلام ده في الرسم. حل الرسمه ازاي بالظبط؟ بص كده، هعمل اول تروث تيبل وهبدا بالليست سيجنيفيكانت بت اللي هو الاكس 0 والموست اكس 2 0 1 0 1 وهكذا. بص كده، ده الدخل 0 1 2 3 4 5 6 7. ادي حالات الانبوتس المختلفه. انا عندي 3 انبوتس يبقوا 2 اس 8، عندي 8 حالات للانبوت من 0 ل 7. فانا عندي الاوتبوت بواحد عند 0، عند رقمه 0 بواحد اهو، وعند رقم 1 وعند رقم 2 وعند رقم 5 وعند رقم 7. ده اف 1. اف 2 بواحد عند 1 و2 و4 و6. اما اجي ارسم البروم بتاعتي هرسم كده. الجزء بتاع الاند ده فيكسد ما بيتغيرش، الجزء بتاع الاند اهو ما بيتغيرش، ده كله ما بيتغيرش، ده الاند. ازاي يا باشا؟ انا عندي صفر هنا، ده المثبت وده منفي، فصفر صفر صفر اهو، صفر واحد صفر، اسف، صفر صفر صفر، واحد صفر صفر، صفر او صفر واحد صفر، وهكذا، واحد واحد صفر، واحد واحد صفر، لحد الاخر خالص واحد واحد واحد. ده ثابت ما بيتغيرش جزء الان ده كله، وهوريك طريقه اسهل دلوقتي في الرسم. طيب انا عندي اف واحد بكام؟ اف واحد بواحد، يعني كونكتد. ده صفر، ده الخارج رقم واحد، الخارج رقم اتنين، الخارج رقم تلاتة، الخارج رقم اربعة، الخارج رقم خمسة، ستة، سبعة. فانا اف واحد بواحد عند صفر وواحد واتنين وخمسة وسبعة، اف اتنين بواحد عند واحد واتنين واربعة وستة. الرسمة دي في طريقة اسهل بكتير او منها. في الامتحان هعمل دي اي صح، واقدر اعمل الرسمة التانية دي. راجع عامل ديكودر كده اهو، ديكودر كام بقى يا باشا؟ تلاتة في 2 اس 3، يعني انا عندي كام خارج؟ 7 8. لحد 8 0 1 2 لحد 7، 8 8 اوتبوتس من 0 لل 7، وكام انبوت؟ 3، اكس 0 اكس 1 اكس 2. طيب اوصلهم بايه دول؟ اوصلهم باور جيت. انا عندي كام اور جيت؟ الاور جيت يا دكتور هم عدد الاوتبوتس. انا عندي كام اوتبوت يا باشا؟ 2 اوتبوتس. ادي اوتبوت وادي اوتبوت، ده اف 1 وادي اف 2. عشان ما انتهش، انا عندي اف 1 1 0 1 2 5 7 في جنب اهو، اف 1 0 1 و2 و5 و7 واف 2 بتساوي، وإف 2 بتساوي 1 2 4 6، إف 2 1 و2 و4 و6. طيب نكملهم بقى أمرين الله. كم دول؟ 1 2 3 4 5 6 7، عايزين واحد كمان. هات تعالى أهو. تمام؟ وصل كده أهو. ادي معلش التابلت بس جديد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية. تمام، انا عندي اف واحد بواحد عند صفر
ادي الصفر وعندي واحد اهو، وعندي اتنين اهو، وعندي السبعة، وعندي الخمسة. صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، مظبوطين. وف واحد بواحد، وف اتنين بواحد، عندي واحد اهو، واتنين، واربعة، وستة. صح كده؟ راجع ورايا لو في حاجة غلطة مردود تاني. تمام؟ دلوقتي أنا عملت إيه؟ الطبيعي إن أنا عرفت الأوتبوت بكام؟ اف واحد واف اتنين، وعملت بروجرامينج إن أنا عملت تفجير، فجرت، شلت الفيوز. لو بتكلم على اف واحد فشلت الفيوز ده أهو، ده اتكنسل، وده أهو اتكنسل، وده أهو اتكنسل، اتفجر بلو، فجرته وانا ببرمج. وما جيت اعمل اف 2 برمجت ده، فجرت الفيوز ده والفيوز ده والفيوز ده، والباقي سبتهم انتاكت ما اتلمسوش، والباقي سبتهم انتاكت ما اتلمسوش. تمام كده؟ طيب انا عندي في الامتحان، انا عارف المخ كلها في الامتحان، انا عندي اف 1 واف 2، انا عايز اعمل الاول بتاعي 4 اوت، يبقى هعمل 4 اور على حسب الفانكشن اللي هديها لك هنعمل. طب يا دكتور هعمل بالديكودر ده اهو، الديكودر ده هوت، ولا اعمل كده يا دكتور؟ الاثنين صح. هتعمل كده صح، هتعمل كونكشنز واصله صح، هتعمل لي ده صح، الا اذا انا طلبت منك حاجه معينه. تمام؟ عشان بس متفقين، انا طلبت في الامتحان طلبت منك اعمل لي الديكودر، اعمل، ما طلبتش اعمل انت عايز تعمله. خلاص؟ طيب الرسمه المساله فيها حاجه صعبه؟ لا. طب هنا اقدر اعمل مينيمايزيشن للاوتبوت؟ لا، لان الاكس 0 والاكس 1 والاكس 2 دول عباره عن ادرس لبيتس اف 1 اف 2. مش فاهم يعني يا باشا؟ اما ادخل لك 0 0 0 الداتا اللي ستورد في الميموري 1 0 اللي هي دي 1 0، اما ادخل لك ادرس 0 و0 و0 ده عباره عن داتا ستورد اسمها كام؟ 1 و0. اما ادخل لك ادرس 1 او 0 0 1 اللي هي ابدا من ليست للموست 0 0 1 يطلع لي اوتبوت كام؟ اف 1 ب0 واف واف 2 ب1، يبقى الستورد داتا هي 0 و1. فالبروم عباره عن ريد اونلي ميموري، عباره عن ميموري جواها ستورد او ستورد جواها داتا، الادرس بتاعي اكس 0 واكس 1 واكس 2. فانا ما بعملش مينيمايزيشن للاوت. تمام؟ ما بعملش مينيمايزيشن بالكي ماب للفانكشن اف 1 او اف 2. اوعى. ليه يا دكتور؟ لان اكس 0 واكس 1 واكس 2 عباره عن ادرس لداتا ستورد هنا. فانا بقول الاول انا عاوز اعمل ايه؟ الادرس ده 0 0 0 انا عايز فيه ستورد اف 1 ب1 واف 2 ب0. خلاص يبقى انا هخلي اف 0 0 0 قصادها اف 1 ب1 واف 2 ب0. انا عاوز الداتا اللي ستورد في الادرس 0 1 0 1 1، يبقى انا هخلي اف 1 ب1 عند الادرس ده واف 2 ب1 عند الادرس ده، وهكذا ابرمج. ادي البروم بتاعتي اتبرمجت قدامي. خلاص؟ ناخد اكزامبل تاني، ناخد اكزامبل تاني. ده اللي اكتبه لك ليه اسمها ليه اسمها بروم واحنا قلناها. طيب الاكزامبل ده مثلا بيقول لي الكلمتين اللي فوق دول عباره عن ايه؟ انا عندي ان جنرال 2 اس كي في ان روم ويل هاف، انا عندي عدد انبوتس ان، عدد انبوتس اسف كي، عدد انبوتس كي، الديكودر بتاعي 2 اس كي، كي في 2 اس كي، والاوت بتاعي عدده ان. معلش انا كنت بشتغل من كذا مرجع فالرموز متغيره، يعني هنا الاوتبوت ام، عدد الاوتبوتس ام ان، والانبوتس كي كنا بنتكلم قبل كده عدد الانبوتس ان وعدد الاوتبوتس ام، هنا متغيرين بس مش هيفرق معاك حاجه. انا عاوز اعرف عدد الانبوتس كام، عدد الاند جيتس كام، وعدد الاور ايه، عدد الاور جيتس كام. طيب في الاكزامبل ده ادي الرسمه، انا مبين انا عندي كام انبوت؟ 1 2 3 4 5 انبوت. عندي كام حاله؟ 2 بص 5، يعني 32 حالة، 32 حالة من الصفر ل 31. أنا مبين لك قدامك في الرسمة كام حالة؟ أدي 1 2 3 4 5 6 7 8، فأنت مسؤول قدام عن الثمانية.
في الامتحان جبت لك ال 50 حاله، جبت لك ال 32 حاله، هكتبهم. طيب انا عايز اطلع الاوتبوت عامل ازاي، هكتب على اللي باين قدامي. طب الاي صفر مثلا، هات لي كده الاي 7، الاي 7 بكام؟ هكتب اهو كده الاي 7 ده عباره عن سمشن لاوتبوت اللي قدامي بس. الاي 7 بواحد عند الصفر والاثنين والثلاثه و29. طب يا دكتور الباقي معرفش، لو ادهوني هكتبه، ما ادهونيش خلاص. طيب الاي مثلا الاي 5 ده عباره عن سميشن للاوتبوتس او بواحد عند الاوتبوت رقم كام؟ الاي 5 يا دكتور عند صفر وعند 3 وعند 29 وعند 31. طيب الاي 2 يا دكتور، هات لنا هو الاي 2 في جنبنا اهو، الاي 2 ده عند السميشن بتاع الاوتبوت عند صفر وواحد واثنين. طيب تاني يا دكتور اللي مش باين، ما انا في الامتحان مش هحاسبك على اللي باين يا حبيبي، هحاسبك على اللي باين بس. تمام؟ فلو قلت لك مثلا قول لي الاوتبوت فانكشن اي 7 بكام، هبص على الرسمه واشوف هي الاوتبوت بسبعه هنا بواحد هنا بصفر، انا بتكلم على الواحد دايما، بطلع الاوتبوت بتاعي الوحيد بكام، فبواحد هنا وهنا وهنا وهنا. تمام؟ جيت سألتك في الامتحان اكتب لي الاوتبوت فانكشن، اكتبه ازاي؟ ايه ده بقى يا دكتور؟ طب هنا صعب عشان عدد الاوتبوت كتير، ارجع كده، نرجع هنا مثلا، اعمل لي نهوت الاوتبوت فانكشن هنا اهو. اف واحد بكام يا باشا؟ احنا قلنا اف واحد بواحد عند الصفر اهو، عند الصفر والواحد والاثنين والخمسه والسبعه، يبقى بكام يا باشا؟ احنا قلنا الاكس 0 هي الليست صح؟ والاكس 1 والاكس هي الموست، يبقى اكس 0 داش اكس 1 داش اكس 2 داش اور، ده اللي هي 0 0 0 صح يا باشا؟ الواحد الواحد عباره عن ايه؟ 1 0 0 صح؟ يبقى اكس 0 داش لا اسف، شفت بقى انا بغلط ازاي زيكم؟ اكس 0 اكس 1 داش اكس 2 داش اور 2 عباره عن 0 1 0 صح كده؟ يبقى اكس 0 داش اكس 1 اكس 2 داش اور الخمسه 1 و4 يبقى 1 0 1 صح كده؟ صح، يبقى اكس 0 اكس 1 داش اكس 2 اور الخمسه دي 5 1 1 و4 1 2 0 2 اس 0 2 اس 1 1 2 و4 ماشي. السبعه 1 1 1 يبقى اكس 0 اكس 1 اكس 2 صح كده؟ عرفت تعمل ايه؟ فانا لو عايز اطلع الاوتبوت فانكشن من رسمه هبص هقول يا اما هقول السمشن بتاع ده هنا كده، اقول الاف 1 عباره عن السمشن بتاع الاوتبوت دي. طب هقول لك اكتب لي الفانكشن الاوتبوت فانكشن اكتبها لي، يبقى اشوف اني فيهم الصفر اني فيهم واحد، ده رقم صفر ده رقم واحد ده رقم اتنين ده رقم خمسه وده رقم سبعه. طب لو عاوز اعمل اف 2، اف 2 هي هيها بالظبط اف 1، اف 2 عند رقم واحد، واحد ده واحد صفر وصفر صح؟ يبقى اكس صفر اكس 1 داش اكس 2 داش اور الاثنين صفر واحد صفر الاثنين صفر واحد صفر، يبقى اكس 0 داش اكس 1 اكس 2 داش الاربعه صفر صفر واحد، يبقى اور صفر صفر واحد، يبقى اكس 0 داش اكس 1 داش اكس 2 اور 6 6 0 1 1 0 1 1 يبقى اكس 0 داش اكس 1 اكس 2. تمام؟ الموضوع مش صعب لو ركزت فيه. طيب في اكزامبل، احنا حلينا الاكزامبل ده خلاص. طيب اكزامبل تاني بيقول لي ايه؟ ديزاين ا كومبينيشن سيركت يوزنج بروم، عايز اعمل بروم. ذا سيركت اكسبتس 3 انبوت نمبر، انا عندي انبوت 3 نمبر، اند جنريتس ان اوتبوت باينري نمبر ايكوال تو ذا سكوير اوف ذا انبوت نمبر. الاوتبوت بتاعي مربع قيمه الانبوت، الاوتبوت عباره عن مربع قيمه الانبوت. انا عندك كام حاله؟ كام انبوت؟ 3. الثلاثة دول الديسيمال بتاعهم اكبر كام؟ من 0 ل 7، 0 و1 و2 لحد 7، فانا عندي الديسيمال نمبر من اول 0 لحد 7.
طيب الصفر مربعه صفر، السبعة مربعه كام؟ 49. عشان امثل ال 49 بالباينري محتاج كم بت؟ خمس، محتاج 5 بت، 6 6 بت صح، الاثنين الخمس اخرهم 32 يبقى 6 بت من بي 0 لحد بي 5، يبقى نحتاج 2 اس 6. فانا عندي كام اوبوت؟ 6 اوبوت، عندي 6 اوبوت، عندي كام انبوت؟ 3. عندي كام اند فانكشن اند جيتس؟ عندي كام اند جيتس؟ 2 اس 3 8، يعني من 0 لل 7. عندي كام اور فانكشن؟ عندي 6، عندي 6 اور جيتس. ادي الديزاين بتاعها، اقدر اعمل الديزاين ده بديكودر اهو. ركز لي كده على الرسمه دي، وركز هنا كده، كان هنا ايه؟ صفر وواحد واثنين. انا بس ايه وانا برسم ما خدتش بالي ان هما ايه صفر واحد واثنين. فهنا ده ايه صفر، ده ايه واحد واثنين، باعتبار ان الاي هي الليست سيجنيفيكانت بت والسي هي الموست سيجنيفيكانت بت. وزي ما اتفقنا لازم يقول لي، طالما هو قال لي ايه صفر واحد واثنين، فالاي صفر هي الليست والاي اثنين هي الموست. ما قاليش وقال لي اي بي سي، لازم يقول لي انا فيهم الليست وانا فيهم الموست وتفرق. طيب هنا يا باشا كده الرسمه، ايه اللي انا عامله ده؟ معلش، ايه اللي انا عامله ده؟ الحته دي كده انا ضربت كل الكونكشنز ليه؟ عشان بي واحد كلها صفار، صح؟ بي واحد كلها صفار، نرجع كده، البي واحد كلها صفار، كلها صفار، البي واحد كلها صفار بصفر وصفر وصفر وصفر. هو يعني ايه صفار؟ يعني ايه صفار؟ بي واحد كلها صفار يعني مش واصله براحة فيهم، يعني بصفر طول الوقت. فكر معايا كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل. كنا بنتكلم في البروم هنا، هنا عاملينها وقلنا ان البي واحد كلها صفار، وبالتالي هنا مفيش اي كونكشنز خالص في المنطقه دي كده، وبالتالي البي واحد كلها زيروس زي ما كان فين في التروث بتاعي اللي هو هنا ده. خلاص هلاقي البي واحد كلها صفار. معنى كلامي لو انت فكرت شويه كده، هلاقي عشان نعمل الروم اصلا مش مكان متخزن فيه داتا، لا، عشان نعمل روم اقدر اعمل ريليشن بين الداتا اللي انا عايز اخزنها والادرس بتاعها. يعني ما اعرف اعمل ريليشن بين الداتا والادرس بتاعها، فيوم ما ادخل الادرس يطلع لي الداتا دي كاوتبوت لللوجيك فانكشن اللي موجوده، وبالتالي كاني خزنت جوه الادرس ده الداتا دي. اسمعها مره ونشوف. طيب الاكزامبل اللي بعد كده، الاكزامبل ده بيقول لي ايه؟ find a broom based circuit implementation for the f of a وb وc. معنى كده ان f function في ال a وال b وال c، ال g function في ال a وال b وال c، ال h function في ال a وال b وال c، دول ال inputs، ال inputs بتوعي a وال b وال c. هنا انا عارف فين ال least significant bit وال most significant bit، اللي احنا متعودين عليه ان ال a least وال b وال c most، اللي احنا متعودين عليه العادي ده ال a قبل ال b، يعني a اصغر واحد اول حرف وال c اصغر وال c اكبر حرف فيهم كترتيب، يعني يبقى المفروض ده ال least significant bit وده ال most significant bit. خد بالك، لا تمام، انا هنا قايل لك ايه؟ قايل لك ان ال a هي ال most، ال a هي ال most significant bit، انا قايل لك كده في المساله، وال c هي ال least significant bit، يعني ال c اول bit هيبقى هو 0 1 0 1 0 1، وال a هو اخر بت يبقى 0 0 0 0 1 1 1 1، وانت تعمل التروث تيبل. انا لاقي لك كده وهتحل على كده، هتفرق معاك في الرسم، هتفرق معاك في الرسم، حاجه بسيطه كده بس في الاخر في فرق تمام. فعشان بس ما نتلخبطش لازم ابقى قايل لك تبقى انت عارف انهي الليست وانهي الموست. لما اقول لك a 0 و a 1 و a 2 يبقى انت عارف ان الصفر هو الليست والاثنين هو الموست.
اما اقول لك حروف A و B و C لازم ابقى قايل لك انهي فيهم ال least significant bit وانهي فيهم ال most significant bit. في الاكزامبل ده قايل لي ان ال A هو ال most significant bit وال C هو ال least significant bit. طيب الفانكشنز هنا دي طريقه ثانيه بس اللي كتبت الانفرتد، ادي ال A داش B داش or A B C، A داش B داش C داش or A B or B C، A داش B داش or C، دول ثلاثه فانكشن. يبقى عندي ثلاثه or وكان برودكت ده 1 2 3 4 5 6 7 فرقه يا دكتور. لا خد بالك انا بعمل بروم، في البروم انا عندي كام انبوت؟ 3، يبقى انا عندي 8 اند جيتس. كان عندي كام اوتبوت؟ 3، يبقى عندي 3 اور جيتس. طالما الانبوتس بتساوي 3، طبعا كان مش عايزينه بقى، كان مش لازم دلوقتي، فانا عندي الاند جيتس 2 اس 3 او اعمل ديكودر وما ارسمش الاند، عندي كام اوتبوت؟ عندي 3 اللي هو بيساوي عدد الاور جيتس. تمام كده، نعمل التروث تيبل. انا عايز اعمل تروث تيبل ليه يا دكتور؟ علشان اعرف ان الاف كفانكشن الانبوت بتاعها ايه، او الاوتبوت بواحد عندني انبوت الاف الاقي بواحد عند 0 و1 و7، ده بيجي منين؟ جه من بالفانكشن دي. طب التروث تيبل هاخد الفانكشن دي اقعد بقى في التروث تيبل، من التروث تيبل اجيب الفانكشنز دي. طيب انا عندي الفانكشن دي، انا دخلت انا عندي الاي هو الليست هو الموست سيجنيفيكانت بت، ادي الاي الموست الاي هو الموست سيجنيفيكانت بت، السي هو الليست سيجنيفيكانت بت. تمام طيب يبقى السي 0 1 0 1 0 1 0 1 وهكذا. التروث تيبل مفيش مشكله. انا عندي الفانكشن بكام بقى؟ اف. اف دي عباره عن ايه؟ اف بتساوي ايه داش بداش، يعني لما يكون A بصفر وبي بصفر مش فارق معايا السي، يبقى الاف بواحد. اما يكون الاف بواحد، فين الاف بتاعتي؟ دي الوحيد بتاع الفانكشن اللي هي ايه داش بداش اور اي بي سي. معنى ايه داش بداش؟ يعني الفانكشن اف بواحد لما يكون الاي بصفر والبي بصفر واتيفر قيمه سي كام. فلما يكون الاي بصفر وبي بصفر انا عندي اف بواحد، ده اول برودكت. ادي الاي بصفر وبي بصفر بواحد، الاي بصفر بي بصفر بواحد، في تاني اي بصفر؟ لا مفيش. طيب هو هنا اي بصفر وبي بصفر، سي بصفر فرق معايا حاجه؟ لا، هو الفانكشن اي داش بي داش، فيبقى ادي اي داش بي داش الاف بواحد، الاي داش بي داش الاف بواحد، واتيفر قيمه سي بكام. طيب البرودكت الثاني اي بي سي، يعني قيمه اي بواحد والبي بواحد والسي بواحد، يبقى الترم او الاوتبوت اللي فيه الاي وبي وسي بواحد الاف بكام؟ بواحد اهو بالظبط. ادي فانكشن اف. طيب الفانكشن الجي همسح بقى واجيب من التاني الاول تاني. الفانكشن الجي اي داش بي داش سي داش، يعني لما يكون الاي والبي والسي بصفار في الجي بواحد. ادي الاي والبي والسي صفار الجي بواحد. في حاجه تانية؟ في حاله تانية فيها الاي والبي والسي سي الاي والبي والسي صفار؟ لا مفيش. طيب الحاله التانية الاي والبي اما يكون الاي بواحد والبي بواحد واتيفر قيمه سي كام، فالجي بواحد. ايه بواحد والبي بواحد اهو القيمه دي، ايه بواحد والبي بواحد اهو القيمتين دول، ففيهم جي بواحد. طيب الترم الثالث البي والسي، بي سي يعني البي بواحد والسي بواحد واتيفر قيمه ايه، فالجي بواحد. البي والسي بواحد اهو يبقى جي بواحد، والبي والسي بواحد اهو جي بواحد. الترم ده متكرر تمام واتيفر قيمه الاي. كده خلصنا الجي. ابص على الاتش، الاتش اي داش بي داش، يعني الاي بصفر وبي بصفر واتيفر قيمه سي. A بصفر وB بصفر، الـ A بصفر وB بصفر، A بصفر وهنا واحد واحد. طيب عايز الـ C، الـ C أيا كان قيمة C بواحد، أيا كان قيمة A والـ B يبقى الخارج بتاعي بواحد. أنا عندي الـ H، H يعني C، يعني الحالات أي حالة input فيها C بواحد فالـ H بواحد. أدي واحد، C يا أحمد. أدي واحد، أدي اتنين، أي تلاتة، أدي أربعة. ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة، والاي داش بي داش اهو بالظبط. خلصنا كده، خلصنا كده. ابدا بقى اطلع الارقام دي، الاف بكام؟ بواحد. الاف بواحد عند صفر واحد وسبعة، صفر وواحد وسبعة. الجي بواحد عند الصفر
والتلاتة والستة والسبعة. طيب ال اتش بواحد فين؟ ال اتش بواحد عند الواحد، عند الصفر، والواحد والتلاتة والخمسة والسبعة. معنى كلامك يا أحمد يا دكتور إن لو الفانكشن دي مكتوبة صح كده، وأنا بعمل بروم وبعمل بروم، مش محتاج تروث تيبل في حاجة. بالظبط، أنا محتاج التروث تيبل وأنا بعمل بروم عشان أجيب الأوت إمتى بواحد مع الإنبوت بس. يوم ما اديك الفانكشنز دي، اديك التروث الفانكشن دي، لازم اعمل منها تروث تيبل. التروث تيبل يتعمل اطلع منه امتى الفانكشن بواحد عند رقم انبوت كام. عملت يا ريس، اروح اعمل بقى الديكودر ده انا جبته منين؟ من التروث تيبل. ما تنساش الحاجات جبتها منين؟ من التروث تيبل. ادي زيرو، انا عندي ثلاثه انبوت A و B و C. خد بالك ال A هو الموست وال C الليست سيجنيفيكانت بت. تمام، عند الصفر والواحد واثنين وثلاثة عندي الاف كام؟ صفر وواحد وسبعة. الجي عند صفر وثلاثة وخمسة وستة وسبعة، ستة وسبعة. الاتش صفر وواحد وثلاثة وخمسة وسبعة. راجع ورايا لو في حاجة قول لي. تمام كده، تمام. في مشكلة، في مشكلة في المسألة؟ لا. طيب الروم ثلاثة تايب، بروم بروجرامبل وان تايم تتبرمج بره واحده وخلصنا. الاي بروم ريزابل روم دي ديه بتبقى رخيصه وبتتمسح بالالترا فايلوت لايت، بتقعد بعرض الشبه للالترا فايلوت لايت حوالي 20 دقيقه. المشكله بتاعت لازم افكها من البورد ده وعرض الالترا فايلوت عشان اقدر اشحنها تاني. الشبه دي رخيصه وهي صحيح اعتماديه لكن رخيصه بس مقرفه عشان تيجي تمسحها. وليكن الشبه دي موجوده في المذر بورد بتاع الكمبيوتر مثلا، بتاع موبايل، بتاع اي حاجه، فلازم افكها الاول من على البورده، اعرضها الالترا فايلوت، امسحها وارجع برمجها تاني. المشكله الثانيه لازم امسحها كلها، ما اقدرش امسح جزء واسيب جزء. النوع الثالث والاحدث الاي بروم الكتريكالي ريزابل روم بروم، ودي بتتمسح عن طريق الكتريكال سيجنال، واقدر اعملها امسحها اعملها ريبروجرامينج حوالي 10000 مره، وطبعا دي اغلى واحدث. ونكمل إن شاء الله المحاضرة الجاية الجزء بتاع البلا. شكراً.